التحية تأتيكم مرة أخرى مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير، وحييكم مرة أخرى بهذا التواصل الجميل والتحديات الرائعة والانطلاقات المتواصلة هنا على أرضية ميدان الإهباب. متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة جديدة تعلن وتنطلق هذه التحديات مع شوطنا السادس المخصص للجعدان لسن الحجاج. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع المقدمة ونتابع أول المراكز، نتابع الحذر يتقدم مع المركز الأول جاسم بن حمد بن سالم الزرعي، والتغيير في هذه اللحظة أطلق خليفة بن سالم بالضبيعة يغير مع المركز الأول والمركز الثالث التواجد بهذه اللحظات مع طليلي على المركز الثالث خليفة بن سالم أبو الضبيعة، بينما المركز الرابع أتابع رابع المراكز نشوان سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع يأتينا على المركز الرابع، والمركز الخامس اليريور مشعام سعيد بن غدير يأتينا مع المركز الرابع والمركز الخامس. أتابع الاسم القادم وأتابع التحديات، الفيل سعيد بن مايد بن سالم يأتينا على المركز الخامس مع الفيل وسادس المراكز. متابعينا الكرام سلاب سالم براشد بالضبيعة يتقدم بهذه اللحظات وينضم إلى المراكز الأولى المتقدمة. أتابع الاسم القادم على المركز الثامن بهذه اللحظات، يتقدم بهذه اللحظات على المركز الثامن شاهين خليفة بن حمد بن سليم، والمركز التاسع هنا التواجد مع شاهين سعيد بن سهيل بن دليوي، وعاشر المراكز متابعينا الكرام برعومة الشريجة بن محمد بن معدن. هذه المراكز الأولى، هذه الشعارات الأولى المنطلقة في هذا التحدي وفي هذا المسار الجميل في تحديات هذا الشوط في رحلة البحث عن الناموس. أعود مرة أخرى إلى مقدمة الشوط، وتابع الطليل غير بهذه اللحظات إلى مقدمة الشوط. خليفة بن سالم أبو الضبيعة من يتابع طليلي على المركز الأول، يليه على المركز الثاني الحذر على المركز الثاني جاسم بن حمد بن سالم الزرعي، والمركز الثالث التواجد بهذه اللحظات متابعين الكرام سراب المركز الثالث محمد بن سعيد بن سليم يتقدم مع ثالث المراكز، والمركز الرابع أتابع أيضا نشوان سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع يأتينا على المركز الرابع، وخامس المراكز شاهين سعيد بن سهيل بن دلوي يتقدم بهذه اللحظات في خامس المراكز، والاسم القادم السيف وصل السيف وتحرك مع المركز السادس لعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد يتقدم بالرشيد وينطلق في هذا المسار الرائع والتحديات الجميلة. ولكن الطليلي مع المركز الأول مع الصدارة مع التحديات الجميلة راح في مقدمة الشوط، انه يباعد بالمسار ينطلق مع الصدارة ينطلق بناموس هذا الشوط، والخطورة الخطورة الخطورة نشوان قادم وايضا الحذر الذي يحذر انه بياخذ الناموس. يا سلام نشوان والحذر بقيادة الطليلي لازال مع الـ400 متر الأخيرة يسيطر كل السيطرة على المركز الأول. الزرعي قادم وأيضا متابعين الكرام بالقوبع مع المركز الثالث، ولكن الطليلي هو المسيطر، هو صاحب المركز الأول، هو صاحب الناموس، ينطلق في مقدمة الشوط. تهانينا الخليفة بن سالم بالضبيعة على فوز الطليلي بالمركز الأول، قام راس ونهى الشوط راس، تهانينا والناموس المركز الثاني الحذر يا جاسم بن حمد بن سالم الزرعي، تهانينا الخليفة بن سالم بالضبيعة على فوز الطليلي بالمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، أدى عروض رائعة إلى خط النهاية. تهانينا ناموس المركز الثاني جاسم بن حمد بن سالم الزرعي، والمركز الثالث سلطان بن طارش بالقوبع، والمركز الثالث كان التواجد المركز الثالث الرابع بن دليوي، المركز الخامس بن كليب. هذه المراكز الأولى المتقدمة. عود مع التوقيت الزمني 4 دقائق 31 ثانية، تهانينا والناموس.